أهلا بكم متابعي أنفاس تي في. مؤخرا صدرت إحصائيات لبينات أن العدد أو نسبة الطلاق في المغرب ارتفعت بحد الوتيرة كبيرة، فهذا خلانا نتسألوا حول مدى تأثير هذا الانفصال على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. لذلك اليوم كنتواجدوا في العيادة ديال الطبيبة النفسية سوريا الدغمي بصفة طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين ومعالجة نفسية، اللي غتحدثنا على التأثير ديال الطلاق على النفسية ديال الأطفال. ما مدى تأثير الطلاق على النفسية والصحة النفسية للأطفال والمراهقين؟ دونك العواقب اللي يمكنها تكون ترتب زعما من بعد الطلاق عند الأطفال هي عديدة ومتعددة، وكاين العواقب على المدى القريب وكاين العواقب على المدى البعيد. اللي يمكن له يكون في المدى القريب هو الإحساس بالخوف وبعدم الأمان وبالإحساس خاصة عند الصغار بزاف أنه يمكن لهم يتخلى عليهم شي واحد طرف من الأباء، إما ما غاديش يبقى يشوف ماما ولا ما يبقاش يشوف بابا، أو يمكن يكون عند أطفال كبر شوية في العمر أكثر من 5 سنين ولا حتى 10 سنين بحال هكا واحد العزلة واحد التقلقة اللي كتكون كثيرة بزاف، يمكن يكون واحد الاكتئاب، يمكن يكون واحد المشاكل في مدرسية في التعلم في الاضطرابات في السلوك، يمكن لا تكون بزاف ديال المسائل اللي يمكن نشوفوها في نقولوا السنة حنايا اللي كتتبع الطلاق. اما العواقب ديال المدى البعيد هي في البنية النفسية ديالهم او الكيفية ديال العلاقات اللي غيبقاو يربطوها هما مع الاخر آخرين، اللي ما غتكونش مبنيه على الثقه وعلى الامان وعلى ومن غير زعما الامراض النفسيه اللي يمكن لها تركب زعما من بعد اضطرابات نفسيه اللي غنقولوا اضطرابات نفسيه والتاثير على المسار المدرسي ديال داك الطفل ولا المراهق. كيفاش نقدروا اننا نجهزوا الاطفال ديالنا لفكره ان الاباء ديالهم غينفصلوا؟ ملي تيكون هاد الفكره ولا هاد المساله تحسمات ديال الطلاق زعما ما بين الزوجين، احسن حاجه هي يكون واحد نوجدوا داك الاطفال، ماشي يجي داك الخبر ديال الطلاق يكون هكاك بغتة بصفه زعما هكاك بلا 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 ما نوجدوهم بلا ما يكونوا عارفين. هما تيكونوا حاسين بان كاين مشاكل عارفين، وملي كنجي نقول لهم راه غادي نتفرقوا وهادشي عنده علاقه معنا حنايا ماشي معكم نتوما، ما كاين حتى شي دور ديالهم ولا بسبب الدراري، ماشي بسبب الدراري، ماشي بسبب هادشي، عنده علاقه مع زعما الزوجين هما بنفسهم، تيعرفوا بان ما غاديش يتبدل ما غاتبدلش الحياه ديالهم راسا على عقب، غادي يبقاو هذيك المدرسه اللي كيمشيو ليها يبقاو يمشيو ليها، داك الانشطه اللي كانوا كيديروا ليها يبقاو يديروا ليها، غادي يبقاو يبداو يشوفوا والديهم بواحد الصفه متغيره ماشي بحال اللي كانوا، ولكن غادي يبقاو يشوفوا والديهم، ما غاديش ينقطعوا على واحد الفئه من العائله ديالهم، غادي تبدل حياتهم، ولكن غيتبدلوا شي حوايج ولكن ماشي بصفه شاملة 100% اللي غادي تأثر عليهم وتدير لهم واحد القلق، لأن غادي يمكن يكون هذاك الطفل من بعد يبدا حتى يقع له مشاكل حتى في النعس، ما يبقاش ينعس، ما يبقاش ياكل، ما يبقاش يوليو فيه أمراض حتى أمراض عضوية الربو، يدير أمراض يبانوا عليه أعراض ديال أمراض عضوية اللي هي علاقة عندها مع المشاكل النفسية مع الاستخاص ومع الصعوبات النفسية. بعض الحالات كنلقاو أن كيكون الطلاق أنسب حل بالنسبة للأبناء وبالنسبة للصحة النفسية ديالهم وسلامة ديال المعيشة ديالهم، فواش انت كتتفقي مع هذا الأمر؟ هادشي اللي تنقولوا ديال العواقب اللي تيكونوا عند الأطفال هي ماشي زعما أوتوماتيك ولا سيستيماتيك غتكون 100% عند الأطفال. كاين الأطفال اللي تيمكن لهم يواكبوا هاد الفترة هذه الصعبة ديال الفراق ديال والديهم أكثر من سهولة أكثر
وسائل اكثر اللي كتخليهم انهم يبقاو مزيانين في الدراسه ديالهم، ما كيتضربوش في العلاقات ديالهم مع الاصدقاء مع الاخرين، ما تيقلهمش اضطرابات في النوم او في الماكله ديالهم او في الحياه ديالهم بصفه عامه، في الخاطر ديالهم، في السلوك ديالهم. بالعكس كاين الاطفال اللي تيلقاو راحتهم من بعد الفراق ديال الوالدين، يعني فاش يكون هذاك الطفل تينشئ في ذاك البيئه مليئه بالعنف ومليئه بالتوتر ومليئه بالإساءة لبعض، وواحد الوسائل اللي ما كتخليش ذاك الطفل ينشئ بواحد البنيه تحتيه سليمه. في بعض الحالات كنلاحظوا ان الاطفال كيحاولوا انهم يستغلوا الانفصال ديال الاباء ديالهم لصالحهم، فمثلا يبداو يبتزوهم، بداو انهم كيفضلوا واحد على الاخر باش الاخر يدير لهم الحويجات اللي باغينها. فكيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه القضيه؟ كاين جوج الحالات، كاين هذه الحاله هذه ديال الابتزاز، ولكن الحاله اكثر اللي كيتبان لينا حنايا في الخدمه ديالنا ديال الميدانيه زعما ديال كل يوم، هي فاش كيولي واحد من الاباء يضغط على ذاك الطفل باش يميلوا ليه، كيتسمى بالفرنسيه لو سيندروم دالينياسيون بارونتال. هو فاش كنبداو واحد اما الام يا اما هذا كتبقى تهضر بصفه سلبيه على ذاك الاب، او العكس الاب غادي يهضر بصفه سلبيه، غادي يشتم ذاك الام ولا هي غتشتم ذاك الاب في الصفه ديالو كاب او في الوظيفه ديالو كاب، ما دار ليكش، ما شرى ليكش، ما دار، ما كيسولش فيك، ما كيعيطش عليك، ما كي الطفل راه كيفهم هادشي كلشي بلا ما يقولوا، بلا ما يقول ليه ذاك الاب ولا ذاك الام راه عارف، فهمتيني؟ ولكن حنا ما خلاش نجيو نحطموا هاد الصوره كيف ما كانت ناقصه او ما ماشي هي هذيك بالنسبه لهذا الطرف الاخر، لان دي فوا هذاك الام ولا ذاك الاب زعما كيخصو شويه الوقت باش يقدر حتى هو عادي يلقى يرجع في ذاك الوظيفه ديالو ويلقى واحد التوازن كيفاش يقدر يبقى يمارس ذاك الوظيفه ديالو كاب في الحياه ديال ذاك الطفل ديالو. دونك خاصنا واحد المهله وما خاصناش نستغلوها باش نبداو نهبطوا ولا نخسروا ذاك الصوره ديال ذاك الاب ولا الام، ولا نبداو نعرفوا شي حوايج اللي ما عندناش نعرفوهم، كنبداو نستغلوا داك الطفل باش نبداو نجسوا على داك الام ولا على داك الاب. هذه مسائل اللي هنا فين غادي يولي الطفل كنعطيوه واحد لو بوفوار ولا واحد هذا اللي ما خاصهاش نعطيوها ليه. المسائل اللي كتبقى ما بين الكبار كتبقى ما بين الكبار، كنفكوها وكنحلوها ما بين الكبار، ما كندخلوش الصغار فيها، فهمتيني؟ هذه اللي كنشوف اكثر انايا. من اما من تيولي الطفل كيستغل ولا كيستفز زعما هذا كتجي من النقطه ان يمكن داك الاب ولا داك الام تيبوح ليه تيقول ليه واسمح لي الا ما بقيتش مع ماماك ولا مع باباك، ما بحال كي الواحد الحد انه كيطلب منه السماحه اللي علاش طلق. لا، حنا ما كنطلبوش السماحه من الاطفال، فهمتيني؟ الا كان خاص كان الطلاق غادي يوقع غيطلق يوقع المسائل زعما موضوعيه ومعقوله وخاص هالطلاق يوقع زعما بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار لمصلحه الجميع، فهمتيني؟ باش يبقاو هاد الناس يقدروا يعيشوا بصفه سليمه. واخيرا نبغيو نعرفوا شنو نصيحتك سواء الاباء اللي مقبلين على الطلاق او الاباء اللي مروا من تجربه ديال الطلاق. انا كنشوف زعما وكنحيي من جهتي زعما بزاف الامهات والاباء اللي تياخذوا على نفسهم وتيفكروا اولا في داك المصلحه ديال داك الطفل وهذيك الطفله، واخا تيكونوا خلافات ونزاعات تيكون واحد المسائل وقعت شويه زعما صعيبه وتقدروا يديروها جانب ويفكروا في داك الطفل، ماشي غادي يعاقبوا داك الطفل على عن طريق داك الطفل تيعاقبوا داك الشريك داك اما الزوجه ولا الزوج، ما غاديش نخليه يشوف ولده ولا ما غاديش نخليه نحيد ليه الحضانه من عند ماماه ولا واش فهمتي كيفاش. هاد المسائل هادي ملي تيقدروا الوالدين يتجاوزوها او يحطوها جانب تيكونوا نجحوا في المسار ديال الطلاق. يمكن ما نجحوش في الزواج، مي على الاقل ينجحوا في هذا الطلاق ديالهم وتيكون هذه تستوجب واحد النضج، واحد الجان، واحد العامل ديال النضج النفسي والذهني. انني ما كنفكر في ولدي في بنتي، ما كنفكرش في راسي، انا نقدر انا كبير، انا ادولت،
انا غلطت انا هذا غادي نصحح الغلط ديالي ولكن ما غاديش نخلي داك الطفل ولا هذا اللي غادي يؤدي الثمن الغلطه ديالي. وكان هذا مشاهدينا هو لقائنا مع الدكتوره سوريا الضغمي بصفتها طبيبه نفسيه للاطفال والمراهقين ومعالجه نفسيه اللي حدثتنا على التاثير ديال فكره الطلاق او لا ديال الطلاق على الصحه النفسيه والسلامه النفسيه للاطفال.